هلو جايز، مرحبا بكم في فيديو جديد. انا هنا حيت صورت لكم انترو لهذا الفيديو هذا باش نوريكم الفاشن اوفر تراي اون هول، ولكن مش عليا. سو دابا ما عنديش انترو وما عنديش اوترو، سو ذيس از يور انترو. بلا ما نطول عليكم، باغي نشوف الحوايج. انجوي. اول حاجه هي هذا لونسون، شوفوا شحال زوين، سوبر كيوت. هو ديال جين سامبل، ولكن يو نو لايك غادي تفيق الصباح غديرو هذا مع هذا بسبرديلا سامبا بيضاء ساك اند ذاتس ات. ايرينغز هذا كتلعبي بشويه ديال فوالا شويه ديال لي اكسسوار باش يبان بحال حاولتو، نتوما ما حاولتوش. هذا هو السروال سوبر تاي اوت، وهنايا كيجي وايد ليغ. هادشي كاين. ندوزو لتاني وحده. تاني وحده هي هادي، حتى هو اونسومبل فيه شتو لايك التوب ديالو جين، ولكن فيه هاد الشني ديفيت ويتش از سوبر كول. ردو يو نو ردو فاشنبل. هو هذا السروال ديالو كيجي حتى هو تاي اوت وكيهبط دغوا، ماشي وايد ليك بحال الاخر. اون لور كيداير. اي ويش كون كانت جاكيت اوفر سايز وطويله كانت تعجبني كثر، مي فريمون عجبني التوب سو قلت واي نوت. I like this one. هادي غادي تجيني واعرة. باي ذا واي انا كنخد ديما بيجامات من فاشن اوفا على ود حاجة وحدة، على ود الفيديوهات اللي كندير في الريل بحال get dressed with me ولا get ready with me ولا my morning. المهم دوك الفيديوهات الاستريك الزوينين اللي كيديرو في انستغرام وتيك توك كنبغي ديما نكون لابسة شي حاجة بحال هكا، وهادي لقيت فيها هاد اللعيبة شتوها لايك اللي كدير هنايا باش تبغي تلبسو which is I don't know. جاتني واعرة لايك هادي دابا تجي في شي morning routine زوينة. I like it. فوالا هادي حتى التوب زوين لايك super duper soft بزاف. So yeah نعتبروها outfit number 4 I think 5 I don't know معقلتش. Don't mind تيشيرت اللي انا لابسة مبقيتش واحد يجيني معاه. باي بغيت نوريكم السروال، فوالا هو هذا كيجي تاي اوت كيجي كارغو، ولكن كارغو في شكل انو جاني اونيك ونقدر نستيلي معاه بزاف ديال الحوايج. غادي يبان لكم هكا لايك غادي يجي غير مع البيض ولا مع الكحل، بالعكس شفتو في بينترست كيتستيلا بشط الطرق. فوالا هو هذا وكيجي من هنايا لايك شويه ما بين وايد ليغ وما بين ستريت ليغ. Alright guys، بغيت نوريكم هاد لونسومب، شوفوا شحال زوين. I like it. الجيب ديالو كتجي بحال هكا، فيها الجيب طوال عليها you know something like this، و الجاكيت ديالها سلاش شيميز كتجي بحال هكا. I like it. عندي واحد ليبوت في اللون ديالها so غتجي فن. نيكست غادي نوريكم خديت جوج ديال لي بوت، انا اوبسيست ببوت هاد اليابات، ولكن عاوتاني خديت هذا انا نسيت ديالي. كان عندي بوت واحد كحل ديما كنلبسو كيجي عام بزاف ديال الحوايج، ديجا خديتو نيت من فاشن اوفا خليته في هولندا. ما درتيش البلاش صح، هادي دابا فكرتني ما درتش فاجو وكنقول شنو فيا مبدل ما عندنا توليت دابا نمشي نبدل بصافي. شو كنت كنقول لي بوت ديالي خليتهم في هولندا صح، خديت لي بوت واحد اخرين خديت جوج مع الزين صافي درت انا كنهضر مع البنينه الصراحه. عجبتك نجي نقسمها شويه البنت قلت يا ماما يا نادية شادة ليا الرينغ لايت وماما دابا جات دونك عندي جمهور. Alright guys so how was it بزاف are you كيرين مي؟ والله حتى كيبانو كيفاش نقول لكم كيبانو غاليين على ثمنهم، ما عقلتش بشحال كانوا مي كيبانو غاليين. بغيت انا نقيسهم لكم باش تشوفو حتى الكاميرا شوية باش يبانو ليا. فوالا كيبانو دابا كيبانو لايك واعرين كيجيو خطيرين. وخديت واحد اخرين انا نقيسهم لكم. تاني بوت هو هذا، شوفوا شحال زوين كاين
حمق عرفتو هذا كابوي بوت زين بزاف قلت يلا you know, الاخر يتلبس مع انا شي حاجه ماشي كلاس ما فهمتوني شنو بغيت نقول وهي اللي تلبس مع حوايج اخرين مهم اي نيد تو بوت حيت نسيت هذاك الاخر انا نلبسو ونوريكم كيفاش كيجي alright guys how are you kiji تاعي زوين كيبان ولا لا دابا كيبان كيبان حتى هاد الروينه معليش ما ديوش على الروينه بليز راه داكشي اللي كنصور به كنحط لكم تنسى اليوم جمعه نجي عجبها هذا على الاخر انا عجبوني بجوج صراحه هذا شويه سبورتيف ينو تلبس مع شورت ديال الجين تلبس مع صايا ديال الجين مع بحال هادشي انا لابسه الاخر مع داكشي اللي شويه شيك ينو احنا اللي كنت على هذا في الصيف مع دريس مراد ولا هذا ويكون طويل ونهزو شي شويه من هنا ويبان لي غيجي واعر جيت نوريكم هاد السروال عرفتو داك السروال الكحل ديالي اللي كان المهم الناس اللي متبعيني في انستغرام غيعرفو راه هي كنلبسو مع كلشي وكنلبسو ديما تعيقت معينا خديت بحالو في الزرق في الفيديو اللي فات ولكن هذا الماما عافاك ماما بغيت بحالو بغيت بحالو زوين واسع يجيني مع الدفه سوا خدينا على واحد هو هي تتلبس بحالي غير هي جاها هكا جاها تاي اوت وخاصها تنقصو شي شويه من هنايا حيت طويل مي قلت نوري لكم دابا نيكست هو هاد هاد الكوت ولكن هذا عامين غنحكرو اللي لبستو مع هاد اللبسه هادي ولكن بغيت غير نوريه لكم ما ديوش على الاوتفيت كامله بغيت غير نوريه لكم باش نشوف او ماي جاد واعر واعر داكشي ديال بوبوغ وا بوبوغ داك داك زين بزاف اي نو ماجاش مع هاد الجين ماجاش مع هادشي كامل وهادشي اللي لتحت مي اتس ريلي ريلي بيوتيفول كوت خاصني نستيليه وندير به شي اوتفيت تشيك ولا شي حاجه بحال هكا في انستغرام عندي هاد لاجوف فنة كتحمق عجبتني بزاف واش خديتها بالشهوة اقسم بالله كنت باغا نديرها مع واحد اللبسة لايك معرفتش واش تكونو شتوها في بينترست راه كدور بزاف واحد التصويرة ديال واحد البنت لابسة بحال هادي ولابسة معاها تريكو ديال الصوفة كري وخاشية لداخل وزويقات هكا فيهم كليتر جات إلا لقيت التصويرة نحطها هنا إلا ما حطيتهاش راه إما نسيت إما ما لقيتهاش هي هادي شوفوا شحال زوينه ما غاديش نلبسها حيت ما جاتنيش اي مين جاتني لايك سدات سنت لو كلشي ولكن ما جاتنيش داكشي اللي انا بغيت افوالا جاتني صغيره ما جاتش انا كنت باغا تجي ستريت هي جاتني هكا which is not the vibe that I'm looking for دابا this is me again حيت ما عنديش outro so yeah guys thank you so much for watching please رجعوا في الفيديو الجاي see you in next video غادي نمشي دابا نابلود هاد الفيديو باي